ازاي تتكلم انجليزي زي الاجانب؟ في ناس كتير جدا بتحتار ومتفهمش الامريكان وما بيتكلموا انجليش، وده بسبب ان الامريكان بيستخدموا سكيلز ومهارات وخدع معينة في كلامهم، وده بيخليهم كلامهم بيبقى سريع جدا، وبيبقى صعب على الشخص العادي اللي بيتكلم اللغة وهي مش لغته الام انه يفهم هم بيقولوا ايه. وعلشان كده انا عملت لك السلسلة دي وهعلمك فيها بعض المهارات والخدع اللي بيستخدموها الامريكان علشان يتكلموا بسرعة، علشان لو مش هتقدر تتكلم زيهم فعلى الاقل تبقى فاهم هما بيقولوا ايه. انا اسمي احمد حسن وانتوا بتتفرجوا على Learn Different Academy. ركز كده معايا في الجملة دي. في العادي خالص عشان تنطق الجملة دي هتنطقها Black and White، Black and White، لكن الامريكان مش بينطقوها كده، الامريكان هينطقوها Black and White، Black and White. فهما من الحاجات او من الخدع اللي بيستخدموها او من المهارات اللي بيستخدموها في نطقهم للغة الانجليزية هو انهم ما بيركزوش على الحاجات الغير مهمة. فاند دي هي عبارة عن اداة ربط، هي وان، فهي مش مهمة قوي عشان اخد وقت ومجهود في ان انا اركز فيها، لكن الاهم ان اركز على الحاجات الاساسية. فكلمة اند انا اختصرها لان، فاقول black and white، black and white. فزي ما انت كمتحدث للغة العربية لما بتيجي تتكلم في كلام كتير بيقع منك في النص ومش مهم قوي ان انت تقوله، مش مهم قوي انك تركز عليه، هما كمان بيبقوا مش مهتمين ان هما يركزوا على الحاجات اللي مش مهمة في كلامهم فبياكلوها في النص. كذلك الامر في الجملة اللي قدامنا دي. فالجملة دي هي لو انت نطقتها هتقول can I help you، can I help you، لكن بالنسبة لهم هما مش بينطقوها كده، هما هينطقوها can I help you، can I help you، can I help you. فهما في الاول مش مهم قوي يركزوا على كلمة can فنطقوها بسرعة، لكن ركز معايا كده في الجملة التانية دي هيقولوا ايه؟ yes I can، yes I can. مهم قوي ان هم يركزوا على كلمة can في الجملة التانية علشان دي اللي هتثبت لك او اللي هتعرفك اذا كان هو فعلا موافق انك انت تساعده او مش موافق انك انت تساعده. ففي الجملة الاولانية ما ركزش عليها، لكن في الجملة التانية ركز عليها. مهم جدا ان اكد عليك ان انا بتكلم عن الامريكان مش بتكلم عن البريطانيين، فما يجيش واحد يقول لي لا البريطانيين ما بينطقوش كده. هو فعلا البريطانيين ما بينطقوش كده، بس انا ما بتكلمش في الفيديو ده عن البريطانيين، انا بتكلم عن الامريكان. البريطانيين وخصوصا الناس اللي بيحبوا يتكلموا وبيعتزين قوي باللغه بتاعتهم فبيحاولوا ان هم يركزوا على كل الكلام وما بياكلوش اي حاجه، لكن الامريكان ما عندهمش وقت يضيعوه في الكلام ده. فاحنا بنتكلم النهارده عن الامريكان. تاني حاجه الامريكان بيعملوها وهي انهم بيربطوا الكلام في بعضه. فركز كده معايا في الجمله دي. لو انت هتنطق الجمله دي هتقول tea with milk، tea with milk، لكن الامريكان ما بينطقوش كده، الامريكان هيقولوا tea with milk، tea with milk، اكنها بالظبط كلمه واحده مش ثلاث كلمات، لا هم الجمله كلها عباره عن كلمه واحده tea with milk. فعشان كده انت لازم تركز في انك انت تعرف هم بيلحموا الكلام في بعضه ازاي علشان لما تسمع يبقى ده مألوف بالنسبه لك وتقدر تفهمه. فركز كده معايا، لو جملة زي جملة tea with milk انت قلتها كده tea with milk ده كده طبيعي، لكن لما تقولها بقى tea with milk، tea with milk، tea with milk، هتبقى طبيعية جدا، واي حد هيسمعك هيفتكر ان انت ناطق اصلي للغة الانجليزية، لكن انت في الحقيقة هي لغتك التانية، بس الفكرة انك انت تعلمت ازاي تنطق زي الامريكان. كمان في حاجة تانية الامريكان بيعملوها وهي انهم بيبدلوا اصوات في الكلمات اللي بينطقوها بأصوات تانية. فركز كده معايا في المثال ده، ركز. كلمة زي الكلمة دي احنا بننطقها في العادي interview، interview، لكن الامريكان او الامريكانز الامريكان بينطقوها interview، interview، interview. هما بيبدلوا التي اللي في نص الكلمة بحرف ان تاني فبيخلوها interview، interview. فلو انت مش متعود على انك انت عارف ان هما بيعملوا كده في الحروف دي هتبقى بالنسبة لك ايه انترفيو دي انا مش عارفها، لكن في الحقيقة هي كلمة مألوفة جدا بالنسبة لك وانت عارفها بس انت مش عارف ان هما بينطقوها كده. كمان عندي الكلمة دي، والكلمة دي لو انت نطقتها هتنطقها center، center زي السنتر اللي بتاخد فيه الكورس كده، لكن هما بقى بينطقوهاش كده، هما بينطقوها sinner، sinner، sinner. هما برضو بدلوا التي اللي في النص بحرف ان تاني. وكمان معانا كلمة wanted، انت بتقول wanted بس هما بيقولوا wanted، I wanted to help you، يعني انا كنت محتاج او كنت عايز اساعدك.
وكمان الكلمة دي مش هنقول butter، احنا هنقول butter butter، فهم شالوا التي خالص وخلوها butter butter بالشكل ده. نفس الكلام برضو بالنسبة للنكست دور، هتبقى next door next door، هم شالوا التي خالص. وكذلك برضو كلمة زي most common او جملة زي most common هتبقى most common most common، فهم شالوا التي خالص اكنها مش موجودة، بيحبوها شكلهم ولا ايه مش عارف. طيب انا كمتعلم ازاي هقدر اتعلم الحاجات دي؟ ازاي هقدر اتعلم اتكلم زيهم؟ بمنتهى البساطة لما انت تتابع الفيديوز اللي انا بديها لك دي، سواء الفيديو ده او الفيديوهات اللي جاية التاني في نفس السلسلة ان شاء الله، او حتى الفيديوهات اللي انا بعملها على التيك توك، ده هيساعدك ان انت يبقى عندك خلفية عن طريقة نطقهم للكلمات دي، وبناء عليه لما هتسمع كلمات مشابهة او تسمع نفس الكلمات دي هيبقى عندك الاستعداد النفسي انك انت تفهمها، وبالتالي هتقدر تفهمها وهتوزن عليها كلمات تانية. فانت مطلوب منك ان انت تركز في الفيديوز اللي بيتكلموا فيها انجلش، وتحاول تركز في الكلام اللي هم بيقولوه. اتفرج على فيديوز انجلش، اتفرج على افلام ومسلسلات انجلش، وحاول تركز، هتلاقي واحدة واحدة ودنك بتتدرب على سماع وفهم الكلمات حتى لو هم ربطوها. ده بمنتهى البساطة لانك انت حطيت في اعتبارك انهم بيلحموا الكلام في بعضه، انهم بيشيلوا حروف ويبدلوها بحروف تانية، انهم بيشيلوا حروف من النص وياكلوها خالص. فده هيخليك تتعلم اسرع وهيخليك تبدا. لو ما قدرتش تتكلم زيهم فعلى الاقل هتبقى قادر تفهم هم بيقولوا ايه. كمان الامريكان وهم بيتكلموا بيدمجوا بعض الاصوات ببعض. فركز معايا كده في الاكزامبل ده، لو الجمله دي انت هتقولها don't you don't you، لكن هم بيقولوها don't you don't you don't you. كذلك الامر برضو بالنسبه لدي want you، هم بينطقوها want you want you want you. كذلك برضو meet you هتبقى meet you، يبقى انا عندي want you don't you meet you. كمان من الحاجات اللي الامريكان بيعملوها وهي انهم بيضيفوا اصوات في النص بين الكلمات علشان يربطوها ببعض، زي مثلا دي انت بتنطقها do it، هم بينطقوها do it do it do it، فهم حطوا في النص حرف W علشان يربط الكلمتين دول ببعض. كذلك الامر بالنسبة ل he asked he asked، هما بينطقوها he asked he asked، فهم اضافوا حرف Y في النص علشان يربط he ب ask، تبقى he asked he asked بالشكل ده. الكلمات اللي بتيجي مع بعض زي الفريزر فيربز والحاجات دي بيربطوها وبيلزقوهم في بعض اكنهم كلمة واحدة، زي مثلا wake up تبقى wake up، get up تبقى get up، get down تبقى get down بالشكل ده. وبكده اكون خلصت حلقة النهاردة، اتمنى اكون استفدتوا منها، ولو استفدتوا فعلا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان تشوفوا كل الحلقات الجديدة. وكمان لو عجبكم السلسلة دي من الفيديوهات اكتبوا لي في التعليقات علشان اعمل لكم منها اجزاء تانية الفترة الجاية ان شاء الله. كان معاكم احمد حسن من Learn Different Academy، واشوفكم فيديوهات جاية. باي باي.